قاعدين مجتمعين كده يبقى وراه مصيبه يعني. بنخطط لحاجه بالظبط. لما طبيعي ان لما يبقى في عزومات في العيله مثلا، حماتكو بتعزمكو، عزومات عائليه يعني، فاكيد كلنا بننفرد ببعض كده، ناخد بعض كده جوه اوضه كده ونقعد ايه الكنبه او تربعي كده و... ايوه بيقول لكم ايه بقى؟ ايوه بتتكلموا في ايه بقى؟ بتتفقوا على ايه؟ يا اروى تعالوا كلوا عملنا شاي بالظبط. انت في اطفال ولا مفيش؟ انا عندي اتنين. انت لسه عندي واحد. انت عندك واحد. والولاد بقى عاملين ايه مع بعض؟ بيتخانقوا؟ لان خلي بالك الواحد دايما اغلى حاجه عنده ولاده. فلما انا ابني مثلا يعني بنت يعني انا دايما لما كان ابني مثلا بنت اختي تزعله، لا بقوم باكلها. بتعملوا كده مع بعض ولا لا بتكبروا دماغكم؟ لا يعني انا ابني لسه صغنن، فهو عارفه البيبي الجديد، فكلهم بيحبوه، وادم ما شاء الله بقى يعني العائل الكامل، ابني كبير محتضن بقى وكده، فلا الحمد لله. طب حماتك مش حاجه. ايه بقى علاقتكم ازاي؟ هي بتشوفها ازاي مع بعض يعني؟ انا شايفه أنا ان شيماء يعني شيماء اروى ما بتتكلمش، اروى عماله بستكين وبسمع وبركز. لا انا عايزه اسمع منك يعني، حماتكم لما بتبقوا قاعدين كده مع بعض هي بتلعب دور الحما برضو، اللي هو بصوا مراتاتكم قاعدين بيقولوا ايه، روحوا شوفوهم وكده ولا لا؟ لا ايه رايك يا شيماء؟ يعني هربي إيه رايك؟ لا يعني اكيد طبعا. ليه يا عبير السؤال ده؟ انا فاكره السؤال ده مش مكتوب في السكريبت ورئيس تحرير البرنامج قال لي لو حبيتي دلوقتي بتتفرج هتبقى يعني فاهمه. ليه يا عبير احنا جايين نهدي النفوس على لا يعني بتلعب دور الحما معاكوا بلاش يعني، هي معاكوا حما فعلا ولا لا؟ لا بصي انا عندي ولدين، فانا عارفه يعني ايه حما. في الاخر اي حد هيجي على اولادها لازم حط يعني حاجه كده على الماشي يعني. طب هي مبسوطه بان انتوا الاثنين متصاحبين ولا متضايقه؟ لا بالعكس هم مبسوطين جدا من الحته دي. مبسوطين. في سلايف تانية غيركم في العيله يعني؟ انتوا ولدين بس ولا في تاني؟ نعم ولدين بس. هم الحمد لله عليهم بقى الاثنين. طب في عندكم اخوات بنات ولا لا؟ يعني هم عندهم لا مش انتوا هم هم عندهم اخت بنات. ايوه انا كنت يا جماعه قبل الهوا بقول لهم بيتقال على اخت الجوز عمتي، لا مش غير انها حما، عمتي بيتقال عليها عمتي. هي عمه معاكوا اللي هي بتبقى شديده كده وكده اخت جوزنا؟ لا انا مش عايزاكي شديده 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 شديده. ايه ده مش صاحبتكم ما خدتوهاش تحت بطكم كده؟ لا صاحبتنا حاجه وخدناها تحت بطنا حاجه. انا خايفه تكون هي اللي خدتنا تحت بطها. متجوزه ولا لا؟ متجوزه. طب وايه؟ طب يعني احكوا لي. لا هي مش قاعده قريبه مننا فاحنا مش قوي يعني. بالظبط. لا بس عايزه اقول لك على حاجه، انه طبيعي دايما ان الست اللي هي مرات الراجل لما بتبقى داخله العيله هي اللي المفروض تحتوي الموقف وحبيبتي وبتاع وهدايا ويعني فاهمه الحاجات دي. انتوا ما عملتوش كده؟ لا ما عملتوش كده. لا انا عملت كده. لا وايه الاخبار دايما؟ اخباري جميله اهو اهو قاعده قدامكم زي الفل. ايه اللي يخلي السلايف مش صحاب؟ يعني اروى مثلا ايه اللي يخلي ان اتنين سلايف ما يبقوش صحاب خالص ويبقى في بينهم مصانع الحداد؟ بصي هي بتهيالي يمكن حتى القصه دايما بتيجي عند القديمه، ان هي بتبقى خايفه حد داخل جديد هياخد السجاده من تحت رجلها. القصه بقى بالنسبه للجديده، اشمعنى اخوك عمل كذا؟ اشمعنى هي جابت كذا؟ اشمعنى هم عملوا كذا؟ اشمعنى اولادهم؟ اشمعنى دي هي دي بدايه المشكله. دي بدايه المشكله.